السلام عليكم الأصدقاء والمتابعين، كما كتشوفون هنا عنده الحميمات ديالي. اليوم فكرت نطلعو من السطح نتشمشو شوية بعد ما قصيت الأجنحة ديالهم. قلت نطلعهم شوية يتشمشو، ما نسلبوهمش من الحرية ديالهم. كما كتلاحظوا معايا واحد المنظر زوين من الأعلى اللي كيطل على ميناء طنجة المتوسط بالقصر الصغير. منظر زوين صراحة. وبعد ما طلعتو من السطح واحد الذكر هايج على واحد الأنثى ديال العنبر، وبقى تابعها. وبعد مطاردة طويلة الحمد لله وانت العنبر خدت الجرعة ديالها، خدت اللقاح ديالها كما كتشاهدوا معايا، تمت بنجاح.